السلام عليكم ورحمة الله. الصراع الإقليمي على اليمن عنوان عريض لطالما جرى الخوض في تفاصيله، غير أن ملامح الاهتمام بماهيته وأبعاده بدأ بعد إعلان التحالف العربي بدء عملياته في اليمن. مؤخرا ظهرت العديد من المؤشرات حول ملامح المنافسات الإقليمية، يرى البعض أن آخر فصولها قيام سلطنة عمان بمنح جنسيات لعدد من الشخصيات السياسية والقبلية في المحافظات الشرقية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي طبيعة المنافسة الإقليمية على الملف اليمني، وإلى أين يمضي المشهد بعد وضوح العديد من المشاريع الإقليمية في اليمن؟ مشاريع كثيرة كانت قد حددت خيوط الصراع الإقليمي في اليمن، غير أن الجديد في هذا الخصوص عودة التنافس بين الإمارات ومسقط، وبشكل تلخصت بعض صوره في منح الجنسية العمانية أو الإماراتية لقيادات سياسية. دلالات عديدة تحملها صور هذا الصراع على النفوذ في اليمن، إلا أن متابعين عادوه إلى أبعاده التاريخية في السبعينيات من القرن الماضي، حيث ظل البحث عن موضوع قدم في اليمن أو عفوا عن موضع قدم في اليمن هو الشغل الشاغل لكل من أبو ظبي ومسقط. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. فالأولوية الآن لتثبيت وقف الأعمال القتالية. بعد مرور أكثر من عامين ونصف من عمر الأزمة اليمنية، بدأت تتضح ملامح تعقيد في الملف اليمني الذي يبتعد كل يوم أكثر عن الحل. يتعامل الإقليم مع اليمن باعتباره منطقة تنفيس لصراعاته وضمان حصوله على مكاسب على المدى الطويل تتعلق بأمنه الاستراتيجي. نقل الصراع لمستوى القاع وتجاوز الانتماء الوطني والقيام بحملات تجنيس واسعة لأبناء المناطق الحدودية سلوك قديم بدأ في أوساط القرن الماضي في عدد من المناطق القبلية والحدودية مع المملكة وسلطنة عمان. مؤخرا قامت دولة الإمارات بتجنيس عدد من أبناء سقطرى في ظل سعيها للتواجد في الجزيرة. ردت سلطنة عمان بحملة تجنيس أخرى لأسرتي رئيس الوزراء السابق حيدر أبو بكر العطاس وسلطان المهرة الشيخ عيسى بن عفرار، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا المرسوم السلطاني 69 شخصا من أبناء الأسرتين. خطوة عمانية تبدو قلقة من التمدد والنفوذ الإماراتي بالقرب من حدودها مع اليمن، وهو ما يعزز من مطالب سكان محافظتي سقطرى والمهرة بالحصول على إقليم مستقل ضمن الدولة الاتحادية في اليمن. منذ اندلاع الأزمة اليمنية أبدت سلطنة عمان المزيد من الاهتمام بدعم السلطة المحلية في محافظة المهرة، خاصة في الجوانب الإغاثية وتوفير المشتقات النفطية. كما رفض محافظ المهرة محمد عبد الله كدة الانضمام إلى المجلس الانتقالي الذي تدعمه حكومة أبوظبي بإيعاز عماني كما يبدو لما تشكله المهرة من عمق حيوي لسلطنة عمان، إذ تربطهما حدود برية طولها 288 كيلومتر. التطور الجديد يتعلق بمنح الجنسية لأسرة العطاس الحضرمية، وهو ما يعتبره مراقبون جزءا من الصراع بين الإمارات وعمان في جنوب اليمن، لا سيما بعد هيمنة الإمارات على الجنوب اليمني. المخاوف العمانية من تحركات الإمارات بالقرب من حدودها في الجانب اليمني سبق وأن أشارت له صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حين قالت الشهر الماضي إن عمان تعبر عن قلقها إزاء تطوير إماراتي محتمل لقاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى عند مدخل خليج عدن، وإن ذلك قد يهدد الاستثمارات التي تمولها الصين في مشروع الميناء العماني بالدقم أو بشكل عام لتطويق السلطنة بشكل استراتيجي. يسعى الجميع للاستفادة من اليمن لتأمين مصالحه باستثناء اليمنيين الذين يتقاتلون فيما بينهم لتأمين مصالح غيرهم ولو كان ذلك على حساب تدمير بلادهم. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الدكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي من لندن. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور، مرحبا بك دكتور. كيف في البداية تقرأ مواقف الأطراف الإقليمية حول الأزمة في اليمن، الأبعاد التي تحملها هذا المنافسة الخليجية التي طرأت مؤخرا؟ هو في الواقع يعني الأزمة عندما دولت دخلت فيها أطراف مختلفة من العالم ومن الإقليم. اليوم يعني تنحدر الأزمة اليمنية إلى منحدر خطير، يعني بما يعني أن هناك أن بعض الخلافات الموجودة لدى دول الإقليم يمكن أن تعمل عملها في مسارات هذه الأزمة. كما هو واضح الإمارات العربية المتحدة في جنوب البلاد تعمل على إنشاء ميليشيات تابعة بشكل أو بآخر لأبوظبي ولا تدفع
إطلاقا الحكومة الشرعية في اليمن، ومن هذه الميليشيات طبعا الحزام الأمني في عدن، وكذلك ميليشيا النخبة الحضرمية في حضرموت، وحاولت أبو ظبي كذلك أن تكرر التجربة ذاتها في المهرة بإنشاء ما سمي بالنخبة المهرية. هذه الميليشيات طبعا تتخوف منها سلطنة عمان، كما تتخوف من الوجود الاقتصادي والسياسي والنفوذ الممارس على شخصيات قبلية وشخصيات وجهات اجتماعية وشخصيات سياسية كذلك في كل من حضرموت والمهرة، تحاول الإمارات استقطاب هذه الشخصيات. جاء رد الفعل العماني عن طريق تجنيس هذا العدد الكبير نسبيا من اليمنيين ومن أسر تعد أسر سياسية بامتياز كأسرتي العباس وعفار اللتين لهما دور سياسي ودور اقتصادي أيضا في تاريخ المنطقة الشرقية في الجنوب الشرقية في البلاد. نعم. طبعا سيظل في تصوري ستظل هذه الاستقطابات تأخذ مسارات مختلفة، يعني اقتصادية أقصد واجتماعية، إلى أن يصار إلى توافق داخلي يمني، لأنه فيما يبدو كما ذكر التقرير بما أن اليمنيين غير معنيين فيما يبدو بمثل هذه التطورات الأخيرة أو التي حصلت خاصة في العام الأخير على مستوى الأزمة اليمنية، بما أن اليمنيين غير معنيين بهذه التطورات فأعتقد أنها سوف تتواصل، لأنه يعني بما أن الأرض تركت ب القيادة الشرعية في الرياض والحكومة الانقلابية في صنعاء، كل هذه الأطراف لا ترفع هذا من وتيرة التحذير، لا تتحدث إلى التحالف، لا تتحدث إلى الإمارات، لا تتحدث وتبحث الأمر أيضا مع العمانيين للأطراف في صنعاء والأطراف الشرعية. طيب. هذا يعني أنه هناك ضوء أخضر لهذه القوى الإقليمية بأن تمارس دورها. طيب. وتمنع الفراغ. طيب دكتور، وباعتقادك هل هذا التجنيس والاستقطاب من قبل سلطنة عمان والإمارات سيحقق مآربهم في اليمن؟ لا أتصور يعني أن يصير الهدف المرسوم، إن كانت هناك أهداف، يعني إذا كانت هناك سياسات أو استراتيجيات خاصة من جانب أبو ظبي، للأسف الشديد أن يعني هناك بعض عدم الفهم الجيد للسياسة الدولية. لا شك هناك ربما رضا أمريكي أو ضوء أخضر أمريكي لأبو ظبي بأن يعني تسير في مسارات محددة فيما يخص المنطقة بشكل عام وفيما يخص اليمن وجنوب البلاد بشكل خاص على مستوى محاربة الإرهاب. هذا الضوء الأخضر ربما تفهم منه أبو ظبي بأنه يعطيها مساحة واسعة أو حجما أكبر يمكن أن تلعب فيه، لكن هناك استحقاقات يمكن للمظلة الأمريكية أن ترفع في لحظة من اللحظات، يمكن لهذا الضوء الأخضر الأمريكي أن يتغير إلى ضوء أحمر، وبالتالي ستبقى أبو ظبي أمام نتائج أفعالها في المنطقة وفي جنوب اليمن تحديدا، وعليها أن تواجه الاستحقاقات التي ستنبني على ما تقوم به حاليا. لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن نتصور هذا التوسع الكبير الذي تسعى من خلاله أبو ظبي إلى السيطرة على ممرات مائية وعلى قواعد عسكرية وإنشاء محطات تزود بالأسلحة وما إلى ذلك، بما يشكل مخالفة واضحة لأهداف التحالف العربي المعلنة لإعادة الشرعية للبلاد. يعني يبدو اليوم أننا ينبغي في اليمن أن نراجع حساباتنا، لأن المسارات تختلف الآن. طيب دكتور، البعض ربما قد يتساءل لماذا لا يكون هذا الدعم وهذا التنافس وهذا الاستقطاب لدعم الشرعية لكي تعود، ومن ثم تبقى العلاقات اليمنية الخليجية مثل سابق عهدها وربما إلى الأحسن والأفضل. وعلينا أن نعترف أن الإماراتيين ما كانوا ليملأوا الفراغ بهذا الشكل بميليشيا ليست شرعية. لو أن الحكومة الشرعية ملأت الفراغ، القصور في تصوري والمسؤولية بالمقام الأول تتحمله الحكومة الشرعية. طبعا الحكومة كرئاسة وحكومة، اليوم الوجود وجود بن داغر هناك ووجود شكلي، يعني علينا نعترف هو أن الرجل على المستوى الشخصي يحاول قدر المستطاع أن يتواصل مع كل الأطراف ويبذل جهودا مشكورا عليها صراحة، لكن يعني نحن لا نتحدث عن أشخاص، نحن نتحدث عن مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الحكومة، الأدوار غائبة بشكل تام، وبالتالي الإماراتيون معروف أنهم لا يريدون أن يتعاملوا مع أي عناصر أو أي قيادات أو أي مكونات ترتبط بالتجمع اليمني للإصلاح،
ولذلك سعوا إلى إنشاء ميليشيات تدين بالولاء لهم ويتعاملون معها. هذه الميليشيات تريد انتصار جنوب اليمن، وبالتالي لا يهم بتصور الإماراتيين توجهات هذه الميليشيات وضرر هذه الميليشيات على الشرعية وعلى البلاد بشكل عام. لكن أعتقد أنه مطلوب من الحكومة اليمنية، مطلوب من الشرعية أن تتحدث بشكل واضح وشفاف ومكشوف للتحالف العربي بشكل عام، ما هي الأهداف التي ينميها التحالف العربي، ما هي الأهداف المعلنة، وهل تسير التكتيكات التي تتخذها الإمارات على سبيل المثال في خدمة الهدف الأكبر في إعادة الشرعية أم لا؟ يجب أن تتواصل الحكومة مع مسقط، يجب أن تتواصل مع أبو ظبي، ويجب أن يتم الحديث مع الإخوان في السعودية، يعني لأن ما يجري الآن نعم. أعتقد أنه لا يخدم المملكة العربية السعودية ذاتها. نعم. طيب يعني دكتور، إذا كيف تقرأ الدور المغيب للمملكة العربية السعودية أمام هذه الاستقطابات وأمام هذه الممارسات، سواء من قبل سلطنة عمان أو الدور الكبير بالنسبة للإمارات؟ هل هو تماهي معها أم ربما هو موقف يعني متحفظين عليه؟ لا. كيف تقرأ أنت؟ لا أعتقد أن هناك تماهيا، لأن حتى ولو لم يكن للمصلحة اليمنية أو المصلحة السعودية، لكن منذ البداية كان هناك شبه توافق غير مكتوب بأن تكون الإمارات في مناطق الجنوب وترتب الأوضاع هناك، وأن تهتم المملكة بالمناطق الشمالية التي هي معنية بها على أساس أنها عن الحدود، وأقصد مناطق شمال الشمال تحديدا. مشت الأمور على هذا الشأن، لكن في مسار في أي أزمة عندما تطول هذه الأزمة فإنها لا تطل في المسار الرئيس الذي خطط في نفسها، لابد أن تخرج من هذا المسار حتما بحكم عامل الزمن وطول الوقت. الآن السعوديون في تصوري أن ما يجري في الجنوب ولا يخدم مصلحة السعودية ولا يخدم مصلحة الشرعية تحديدا، وبالتالي على الثلاث المكونات الثلاثة أبو ظبي والرياض ومؤسسة الشرعية اليمنية أن يقفوا بجدية هذه المرة من أجل بحث كافة الملفات، ملف الحرب وطول ملف الحرب والأسباب والمؤثرات، وأيضا ملف السياسات المتخذة في الجنوب، هل هي تصب في صالح وحدة اليمن وتصالح نعم. الشرعية أم لا؟ هذه أمور يجب أن تناقش، لكن نعم. المسؤول عن ذلك هي الحكومة الشرعية. نعم دكتور، إذا تكرمت ابقى معي ونشرك معنا في الحديث من القاهرة الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. مرحبا بك أستاذة ميساء. أهلا بك. مرحبا أستاذة ميساء، أنت أيضا قراءتك للواقع الجديد الذي ربما بدأ يتشكل في اليمن من خلال الاستقطابات والتجنيس لبعض الشخصيات في المناطق الشرقية والجنوبية والتنافس بين عمان والإمارات؟ هو طبعا العمان والإمارات أصلا في تنافس ما بينهم قديم، وفي أصلا خلاف حدودي كبير بينهم، هذا إضافة لأن الإمارات طبعا كانت مرة أعلنت التلفزيون الإماراتي عن عملية انقلاب داخل عمان، ففي توتر في العلاقات العمانية الإماراتية، والعمانيين طبعا هم يعني في عندهم مخاوف، هذه حدودهم في النهاية، بينما الإمارات لها تطلعاتها وطموحاتها، دائما هي دائما تتوسع على خطوط الساحل سواء في اليمن أو حتى في ليبيا أو يعني في أي بلد تتدخل فيها، هي دائما يهمها خط الساحل والموانع. وهل باعتقادك اليمن ينقصها بأن أيضا تطرأ هذه الأجندات من جديد وتنافس وربما تسمى مثلا حرب بالوكالة مثلا في اليمن من قبل البيت الخليجي؟ هذا صحيح، هذا له علاقة بمشاكل النخبة اليمنية، النخبة السياسية طبيعتها، طبيعة أولوياتها، النخبة السياسية ما بتفكرش لبعيد، ما عندهاش مشاريع مستقبلية للبلد أو مشاريع سياسية أصلا، فبالتالي هي بتتعامل مع الموضوع كمنفعة شخصية، من يدفع أكثر، من تستفيد أكثر من جنسية الإقامة، يعني أشياء من هذا القبيل، يعني وهي أشياء رخيصة جدا تبدو، لكن هذه طبيعة النخب السياسية اليمنية للأسف. نعم، هذا التنافس أستاذة ميساء كيف سينعكس على الأزمة اليمنية من وجهة نظرك؟ هو طبعا بيطول من مداها، يعني الأزمة اليمنية الآن بتطول أكثر وأكثر، هي لو كانت أزمة ما بين السعودية وإيران فقط، يعني لو كانت حرب إقليمية بين السعودية وإيران فقط كان ممكن تكون أقل تشعب، كان ممكن يتم حسمها بشكل أفضل، كان ممكن الملفات السياسية تتحسن بشكل أفضل، لكن الآن دخول أطراف كثيرة للعملية بيؤدي لأن الصراع بيزداد يتشعب ويزداد يكون مداها أكثر. نعم. وخصوصاً أن دول الخليج يعني لا تعرف ما الذي تريده من اليمن، هي عملياً تنظر لليمن كساحة لضرب خصومها
لكن ليست لديها مصالح تحاول الحفاظ عليها أو بنائها داخل اليمن. نعم. طيب دكتور محمد جميح، برأيك إلى متى سيستمر في الوضع في اليمن بهذه الصورة الرخوة التي ربما تزداد مطامع الجميع عما هو في اليمن، سواء إقليميا، سواء البيت الخليجي أو عربيا أو إيران أو حتى المجتمع الدولي بشكل عام؟ هو سيستمر ما دامت الأطراف المختلفة في اليمن لم تقتنع بعد بأن الطريق إلى السلطة هو طريق الانتخابات وهو الطريق السياسي. ما دامت هذه الأطراف تقوي بالسلاح وترى أنها يمكن أن تحقق أهدافها السياسية عن طريق السلاح، فأتصور أنه سيستمر الخلاف اليمني، وبالتالي سيستمر استغلال هذا الخلاف من أطراف إقليمية ودولية. الأصل أن سوريا ملقاها على عاتق اليمنيين اليوم. يعني إذا كان بعض الصروحات مبررة في بداية الانقلاب أو كانت بعض المقولات ممكن تكون مقبولة خلال الشهور أو السنة الأولى، فإنه بعد مضي هذا الوقت الطويل على الأزمة اليمنية وبعد هذه المسارات المتشعبة وبعد تهديد الوحدة الوطنية وبعد منشنة الدولة وظهور ميليشيات مختلفة ليست الحوثيين وحدهم، فأنا أتصور أنه ينبغي أن ترتفع الأصوات لأن تقف هذه الحرب، لأنها قد استنفذت كل وسائلها وآلياتها وأدواتها، والعودة إلى مائدة المفاوضات، واليمنيين هم معنيين بذلك قبل غيرهم. وللأسف الشديد أنه يعني في الظرف الراهن لا نستطيع أن نرى مؤشرات على قبول اليمنيين بهذا الحل. الانقلابيون يرون أنهم ما يزالون يحتفظون بالعاصمة، وبالتالي فهم في وضع قوي، والشرعية ترى أنها تمسك أو بأكبر قدر من الأرض ومن مناطق الطاقة في البلاد، وبالتالي وضع مريح. وهناك أيضا تجار الحروب الذين طبعا يهمهم أن تستمر الحرب في الجانبين، من ضباط عسكريين كبار، من مقاولين، من يعني تجار مواد إغاثية وغذائية، من تجار سوق سوداء. الحرب في الأخير هي تجارة، لكن في تصوري أنه إذا ما أراد اليمنيون أن يطوي صفحة التدخلات الخارجية عليهم أن يطوي صفحة الخلافات الداخلية. نعم دكتور، ربما الجنوبيون باعتقادهم بأنهم بهذه الخطوات التي يقومون بها هم الآن يؤسسون كما يزعمون لدولتهم وللانفصال، وربما الظروف المحيطة بهم كما يعتقدون بأنها لصالحهم وترك الشمال لصراعاته، هل هذا ممكنا فعلا؟ يعني هذا الطرح، يعني هذا الطرح موجود لدى، ليس لدى الجنوبيين بشكل عام، إنما لدى بعض التيارات التي ترى أن انشغال الشمال بنفسه يمكن أن يمكن بعض القوى في الجنوب من السيطرة على الجنوب. لكن على الجنوبيين في تصوري أن يعوا بأن الدعم الإماراتي إلى حد هذه اللحظة هو مقدم تحت غطاء التحالف العربي، وإذا ما خرج عن إطار التحالف العربي فأنا لا أتصور أن تتفق مصالح الجنوبيين مع مصالح الإماراتيين، لأن الأجندة ستختلف فيما بعد عندما تحين لحظة قطع ثمار المصالح الأبوظبي في تصوري، يعني تتجسد في محاولة السيطرة على المياه، على باب المندب، على الجزر، قواعد عسكرية، وهذا يتخالف أو لا يتفق أبدا مع ما يرفعه الجنوبيون أو الحراك الجنوبي تحديدا وما يطمحون إليه من مصالح. نعم، هل سينجحون دكتور محمد في أقل من دقيقة باعتقادك الحراك الانفصالي في تحقيق هذا الهدف الذي رسموه؟ لا بإطلاقا، هم لن ينجحوا في ذلك للأسف الشديد. ونحن نتمنى لو أن يكون نجاح الذي يعيد، يعني لو أردنا أن نتمنى كأسوأ الاحتمالات الذي يعيد اليمن دورتين متتاليتين، لكن ذلك لن يكون. لذلك نحن نصر على المشروع الذي بدأناه في الحوار الوطني، وهو مشروع الدولة الاتحادية التي ستكون مخرجا من الوحدة الاندماجية الكاملة التي شكا منها كثير من الجنوبيين، وأيضا مخرجا من مخاطر تقسيم البلاد وتشتريها من النصر. نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح، كنت معنا من لندن، وعودة إلى القاهرة مع الباحثة السياسية والكاتبة ميساء شجاع الدين. أستاذة ميساء، أنت أيضا ربما كان على المدى القريب كان اعتبار بأن اليمن أصبحت الآن بمنطقة تنفيس للصراعات سواء إقليمية أو دولية، والآن انتقلت إلى المستوى الخليجي. هذا التنافس الآن والأطماع الآن اللي بدأت يعني تطال اليمن بصورة مباشرة، إلى متى ستستمر؟
طبعا الدول الخليجية بتعاني من أزمة انتقال حكم، يعني انتقال حكم من جيل لجيل، من في أكثر من ولي عهد متطلع للسلطة، محمد بن سلمان، محمد بن زايد، عندك عملية انتقال حكم في عمان. هذه عملية التغيير هي عملية مش سهلة داخل دول الخليج. أولا هي بتمر لحظة دول الخليج فيها بدأت ثروتها النفطية تنقص، في دول معتمدة على البترول بشكل كبير، في لحظة يعني هذا تغيير جيلي ضخم يعني بالنسبة لهم، ما هو تغيير سهل، وقت قد مصالح الأسر الحاكمة متشعبة وقد في صراعات ما بين الأجنحة المختلفة، فبالتالي هذا عملية تحول هائلة داخل دول الخليج، أما ستؤدي إلى النظر لعملية إصلاح سياسي، أما هذا الدول يعني سيدفعها الخوف من الانهيار إلى عملية إصلاح سياسي أو أنها ستنهار فعلا، لأنه الوضع هذا الاستمرار فيه صعب بالنسبة لها، لا يمكنها أن تستمر كدولة ريعية وقت لم تعد لديها ثروة، يعني دولة ريعية تقدم للمواطن كل الخدمات ببلاش مقابل صمتة أو عدم مساءلتها السياسية، فوقت هي لا تقدم لها، هي لم تعد تمتلك الثروة اللي هي تقدم لها هذه الخدمات. أستاذة ميساء، الآن ربما بيتشكل الآن الأنظمة الجديدة في الخليج التي انتقلت ربما إلى الجيل الثاني أو الجيل الثالث الآن في مؤسسة الحكم في الخليج، هذا الانتقال هذا والترتيب البيت الخليجي لربما قادة وملوك وأمراء جدد، هل فعلا سيؤثر بصورة مباشرة على الأزمة اليمنية وستصبح اليمن ثانوية بالنسبة لهم وليست أولوية؟ ليست ثانوية، لكنها ستكون ساحة صراع خلفية مهمة. بس ما أنت بتشوف يعني مثلا عملية صعود محمد بن سلمان هي بدأت بحرب اليمن، وأيضا البقية نفس المشكلة، بالتالي هناك في أنه اليمن صارت ساحة لإثبات النفوذ، لإثبات وجود قوة جديدة، فهي مهمة بالنسبة لهذه الأطراف المختلفة. لماذا لا تثبت هذا القوة ويتم استعادة الشرعية وطرد الانقلابين ومن ثم يبدأ التنافس الحقيقي على اليمن إذا إن أرادوا يعني؟ هذا تتكلم أنت يمكن على قوة أكثر تخبط. دول الخليج عموماً ليست دول بترسم سياستها على مدى بعيد. السعودية دولة بطيئة الحركة، بطيئة يعني سياساتها دائماً، وحالياً صارت سياساتها فيها تخبط أيضاً. نعم. لأن الجيل القديم الذي كان يحكم بشكل تقليدي اللي هي شراء ولاء شيوخ قبائل، لم تعد هذه الوسيلة تنفع تماماً في اليمن. وهناك جيل جديد بيظهر، يعني في تغير حصل. نعم، شكرا جزيلا لك يا الكاتبة والباحثة السياسية الأستاذة ميساء الجعدي من القاهرة، وعودة أخيرة إلى عدن مع المحلل السياسي علي الخلاقي. مرحبا بك أستاذ علي. أستاذ علي الخلاقي، هل تسمعني؟ إذن ربما فقدنا الاتصال بالأستاذ علي الخلاقي، كان من المفترض أن ينضم إلينا في هذه الحلقة لنسمع أيضا وجهة نظر أخرى حول موضوع الحلقة. وإذن في الختام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.